قدر الله ما شاء فعل، شرفتونا يا رجالة، عملت مباراة كبيرة أمام أفضل فريق في العالم، الفريق اللي طلع باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا بميسي ونيمار ومبابي، الفريق اللي قدر يفوز على تشيلسي بسكواد كبير جدا، عنده سكواد يرعب وعنده لعيبة دولية كبيرة جدا، عنده فينيسيوس جونيور وعنده مودريتش. النهارده النادي الاهلي فعلا ما قصرش، النادي الاهلي النهارده احرج نادي ريال مدريد في الشوط الاول وعمل اداء ما تعملوش فرقه كتير جدا في اوروبا. النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا ويستحق الاشاده، وكل لعيب النادي الاهلي تستحق الاشاده فعلا. اوعى تقلل من فريقك، فريقك عمل مباراة كبيرة أمام أحسن فريق في العالم. أي مدرب تاني غير مارسيل كولر صدقني ما كانش هيعمل اللي هو عمله ده. راجل بدأ المباراة ب4-2-3-1، راجل عايز يعمل الزيادة الهجومية، ولكن في نص الملعب ما كانش موجود فيه اللي يعمل الربط. أفشة فعلا كان خارج الوعي، كان غايب عن الوعي النهارده، ما قدمش أي حاجة. أنا مستني منك إن أنت تقدر تعمل لي الربط وتحول لي الهجمة من نص ملعبي لنص ملعب الفريق التاني، مش عايز منك أكتر من كده، وده دورك في الملعب. المفروض أنت بلاي ميكر، تنقل الفريق بشكل كويس، تقدر تعمل الباص اللي يوديني في مساحة علشان أسجل. ما عملتش ده؟ تمام، مفيش مشاكل. الكرة اللي أنت اتحركت بيها بشكل كبير ومميز داخل منطقة الجزاء وطلبتها لما جت لك، وديتها فين؟ فعلا ما كانش ليا اي رد على اللي انت عملته ده. انا مش فاهم ازاي انت يبقى معاك كوره في نص الملعب برضو وفي هجمه مرتده المفروض ننفذها، بتاخد الكوره وبتشوطها في الجول، ويا ريتك بتشوطها عدل، لا انت بتشوطها من نص الملعب وتقريبا بتقول للحارس بتاع ريال مدريد خد الكوره علشان تبدا هجمه من جديد. فعلا كل قراراتك غلط النهارده، وضيعت مجهود لعيبه جنبك، واحد زي حسين الشحات بيموت نفسه على الكوره، واحد زي حسين الشحات هو كان القلب النابض النهارده للنادي الاهلي، ولكن مارسيل كولر فضل انه يطلعه ويسيب قفشه في الملعب. ازاي؟ مش عارف. انا مختلف مع كولر في التغييرات فعلا، ولكن متفق معاه انه راجل عارف قيمه النادي الاهلي ومش واقف ورا ومستني الجول يخش فيه. ومعظم الاهداف اللي دخلت فينا عن طريق اخطاء فرديه، سواء من متولي اللي غلط في غلطتين وتسبب في هدفين، او حتى من نص الملعب اللي كان فعلا بهتان من غير حمدي فتحي القلب النابض للنادي الاهلي واللاعب اللي فعلا بيلعب برجوله وتصدقني بيعرف يطلع بالكوره حاليا افضل من قفشه. لاعب نزل الشوط الثاني قدر يعمل 4 أو 5 تاكلينجات استخلص فيهم الكوره وكان بيساعد في بنايه الهجمه بشكل ممتاز. فين الراجل ده؟ قاعد دكة ليه؟ ما ينفعش يقعد دكة. انا عارف وجهة نظر مارسيل كولر انه كان عايز يبدأ بقفشة علشان ينقله من الدفاع للهجوم، وعلشان ده مركزه وبيلعب بلاي ميكر، ولو لعب 8 يقدر ينقل الفريق، ولكن ما شفناش ده خالص، ما شفناش قفشة خالص في المباراة. قفشة الفترة الاخيرة مركز انه يجيب اهداف وياخد الشو فقط. وبأكدها تاني، أنا متفق تماما مع اللي عمله كولر في بداية المباراة وطريقة لعبه، طريقة لعبه داخل الملعب مش التشكيل اللي نزل بيه. هو كان قادر يستغل المساحات اللي ورا كامافينجا وناتشو، وفعلا قدرنا نعمل بيها جبهة ممتازة في ناحية هاني وحسين الشحات، وكرة لشريف بالعرض بتضيع، كرة لعبد المنعم، وكرة لحسين الشحات، وكرة لقفشة، وكرة لطاهر من الركنية. فأنت بتتكلم إن النادي الأهلي وصل كتير جدا، في فرق في أوروبا والله ما بتوصل لمرمى ريال مدريد بالطريقه دي. انت النهارده في بعض اوقات المباراه بتلاقي كل لاعبي ريال مدريد باستثناء فينيسيوس او حتى رودريجو في نص ملعبهم، فدي حاجه مميزه جدا. اوعى تقلل من فريقك ابدا، فريقك عمل مباراه كبيره. عايز اقول شابوه لكل لاعبي النادي الاهلي، في لعيبه كتير جدا لعبت رجاله زي منعم، هاني، معلول، حسين الشحات افضل لاعب في المباراه بشكل عام لو ركزت في المواجهات الفرديه اللي قدر يفوز بيها، سواء مع كامافينجا او حتى توني كروس، صدقني هيفوز بافضل لاعب في المباراه. ولكن فينيسيوس فاز بيها لانه بيلعب في ريال مدريد ولانه الكوره بتوصل له بدون ما يعمل الاداء الدفاعي، لكن حسين كان بيرجع يعمل الاداء الدفاعي، مش مقارنه تماما. كلنا عارفين ان حسين اقل من فينيسيوس بشكل كبير، ولكن انا بتكلم على مجهود لاعب في الملعب كان يستحق انه يكمل لنهايه المباراه. حسين الشحات افضل لاعب في النادي الاهلي النهارده حرفيا.
افتخر انك اهلاوي، وافتخر ان انت لحد الدقيقة 70 بتنافس ريال مدريد راس براس وند بند، وفي دقايق كتير في المباراة كنت بتروح بكور اخطر منهم. وصدقني النادي الاهلي عمل مباراة صعب جدا، فريق عربي وافريقي يعمل مباراة امام ريال مدريد زي دي. هنشوف الهلال ونتفرج، وهنشوف الثغرات اللي هيسيبوها في ظهرهم وريال مدريد هتتعامل ازاي. النهاردة اليو ديانج برضو ما كانش ينفع يطلع، اليو ديانج كان مكتف لوكا مودريتش ومكتف توني كروز، الاثنين ما كانوش بيعملوا حاجه الشوط الاول. التغييرات كانت سبب من الاسباب اللي خلتنا ما يبقاش عندنا فعاليه هجوميه بشكل كبير في الشوط الثاني، ولكن انا بحترم رؤيه مارسيل كولر، وبحترم ان الراجل ده عارف قيمه وكيان النادي الاهلي، ونازل مش بيلعب زي طلائع الجيش ولا حتى اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد لو اتفرجت عليها هتلاقيها بتلعب دفاع بحت. النهارده النادي الاهلي وصل لمرمى ريال مدريد بخمس او ست فرص، منهم تلات او اربع اهداف. انت بتتكلم ان النادي الاهلي النهارده قدر يحرج ريال مدريد في الشوط الاول، ولكن للاسف اخر 20 دقيقه هربوا مننا بشكل كبير والمباراه ضاعت، وسجلوا فينا هدفين كمان. كل اللي انا عايز اقوله من الفيديو ده، محدش ينتقد اللعيبه، محدش يحاول يوقع لعيبه النادي الاهلي، لان عندهم مباراه صعبه جدا امام فلامينجو البرازيلي، المباراه اللي هتلعب فيها على الثالث والرابع. كلنا ننتظر المباراه دي واحنا داعمين للفريق، وان شاء الله باذن الله يقدر يحقق الثالثه على التوالي والبرونزيه السنه دي باذن الله. ولكن مارسيل كولر اختلفنا معاه، بس محدش يختلف ان مدير فني كبير وفعلا قدر يطلع اعلى قدرات من لاعبي النادي الاهلي. اتفرج على الحسين، واتفرج على الطاهر، اتفرج على عبد القادر، واتفرج على حمدي فتحي وعلى شريف، هتلاقي اللعيبه دي كلها زادت معاه وقدر فعلا يضيف لهم كتير جدا. النادي الاهلي شرفنا، وان شاء الله اللي جاي افضل، وشرفتونا يا رجاله. اخيرا قبل ما تقفل الحلقه، اتمنى توحد الله لا اله الا الله، وتصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك وسبسكرايب، وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديده. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل بخير في حلقه جديده ان شاء الله، مع امجاد واحلام وبطولات في النادي الاهلي. سلام.